نعم عدنان، نذكر أيضا بالأخبار التي ترد تباعا بعد إطلاق رشقة من الصواريخ من قطاع غزة. مصادر إسرائيلية تقول إن صاروخا سقط في منطقة شوهم شرق تل أبيب، وكذلك صاروخ آخر في منطقة رحوفوت جنوب تل أبيب، بينما كتائب القسام قالت إنها جددت قبل قليل قصفها لتل أبيب ردا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة.